الهداية لا تطلب إلا من الله. 引导只有安拉引导. الدعاة إلى الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل لهم هداية دلالة وإرشاد، يبين ويوضح للناس الدين. 安拉自己人们成功的引导，我和我们平常传达的引导，有所不同。 أما إدخال أحد في رحمة الله أو طرد أحد نسأل العافية السلام من رحمة الله هذا لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. 一个人成功的引导只属于安拉，一个人是否得到怜悯，那是安拉的驾驭。 النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبو طالب لكن ما استطاع. 我们的使者曾经向他的叔叔去宣教，但是他并没有归信。 أحب النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية لكن ما استطاع إدخاله في رحمة الله. 使者想要引导人，但是成功的引导只属于安拉，使者没有能力。 حتى إخراج أحد من رحمة الله هذا لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 也即使是想让人离开安拉的怜悯，人也是没有能力。 نحن وظيفتنا الآن تعليم الناس تبين الناس. 我们的责任只是教授和传达。 لكن إدخال أحد إخراج أحد هذا لا نقدر عليه لا يقدر عليه إلا الله. 具体某个人他是加入伊斯兰和背离伊斯兰，他的成功的引导只属于安拉。نعم.